Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا زلكفلي عبد الرحيم، زلكفلي عبد الرحيم، وهذا من طلبة عين شمس، طيب عين شمس. وأنا دلوقتي في بوث بتاع ماليزيا، وعندنا دلوقتي كتير أوي. يعني أنت ممكن تشوف في جوا موجود ملبسات، وموجود لعبة بتاع ماليزيا، وموجود أي يعني زي ندوة بتاع ماليزيا. يعني أنت لو أنت عايز عاوز أعرف ماليزيا بكتير أوي، ممكن بوث إلى محل بتاعي والله. سمك لحمة مقددة. ده طبعا ده بجد ولا ده بجد؟ ده صبوة ده. كل سنة وانتم طيبين. اهلا وسهلا. مهرجان الشعوب بتاع جامعة عين شمس ده المهرجان الثالث على التوالي بعد 37 سنة. كانت جامعة عين شمس متواصلة بتعمل المهرجان دوت. السنة دي زي ما انتم شايفين
المختلف السنه دي طبعا كل سنه بيبقى فيه تنظيم اكتر وبيبقى فيه حاجه، يعني مثلا تقريبا في وايرلس في كل المكان اللي انت اللي موجود دوت عشان الناس تتواصل مع بعضها. يعني زي ما انت شايف كل الشعوب عارضه كل امكانياتها عشان تعرف الاخرين على الكالتشرز بتاعتها وعلى وعلى يعني الحياه اللي موجوده عندهم هناك. زي ما انت شايف عرض مصر في كل حاجه اللي يعني التراث البلدي كله زي ما هو موجود. الافتتاح زي ما شفنا قدمنا فيه جزء من الفولكلور المصري بمساعده وزاره الثقافه. طبعا هو الموضوع مش النهارده بس، الموضوع كمان لسه يومين ثلاثه كمان كل دوله هتقدم المسابقات اللي عندها، كل دوله هتقدم امكانياتها في الرياضيه والفنيه والثقافيه، وبعدين لجان متخصصه من جامعه عين شمس هتحكم الحدث دوت وتطلع مين الدوله اللي عارضه العرض القوي والعرض الكويس. مش مسابقه، مش تنافس، لا تنافس شريف عشان نشوف مين اللي يعد اكتر عشان السنه الجايه واحنا بننظم المهرجان نقول احنا عايزين الاعداد على المستوى دوت. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ايوه معايا انا زلكفلي عبد الوهيم. زلكفلي عبد الوهيم وده من طلبة عين شمس. واحنا دلوقتي في بوث بتاع ماليزيا ان شاء الله، وايه موجود في بوث بتاع ماليزيا، وممكن هذا بوث في جوا يعني موجود كتير قوي من ملبسات، وموجود مأكولات، وموجود لوبا. وعندنا دلوقتي لو معايا لو في دلوقتي بوث بتاع يا لو مثلا لو انت عارف لو في مصريين عاوز التعليم في ماليزيا، عاوز التعليم في ماليزيا معايا دلوقتي يعني في فرصه لو مثلا لو عاوز كتدريس في ماليزيا عندي فرصه معايا يعني لا يعني كلم معايا وان شاء الله انا ممكن في دفتر شويه وان شاء الله راح ماليزيا معايا. والله في مصر زي السوشي وزي البنتو زي ما حضراتكم شايفين، ممكن بنعرض سامبلز نماذج عن الاكلات اليابانيه المعروفه، في كاليجرافي كتابه اسماء المصريين باللغه اليابانيه اللي هي الكانجا والهيراغانا والكاتاكانا، في عندنا مجموعه من المنح الدراسيه بتقدمها سفاره اليابان للطلبه المصريين. برضو بنعرض استغلينا فتره المعرض النهارده عشان نعرف الطلبه المصريين بيها، وطبعا زي ما حضراتكم شايفين مجموعه من الصور عن الحياه في مختلف انحاء اليابان، عن طوكيو، عن الفصول، عن المباني التقليدية في اليابان وكل الحاجات. أنا خالد القحطاني المنسق العام للجالية السعودية هنا بجامعة عين شمس ومنظم هذه الخيمة ومنظم للمهرجان الشعوب والممثل لهم هنا إن شاء الله. لا هو إحنا كل اللي إحنا عندنا إهداءات مش بنبيع أي شيء، كتب للإطلاع والقراءة وأيضا بعض الإهداءات للجامعة وإهداءات للطلبة، ولكن ليس لدينا أي شيء للبيع. أكيد طبعا أكيد الملحقية الثقافية كل سنة تقوم ببعض المنح الدراسية للطلبة المتفوقين وذلك يتم كل سنة. دكتورة أمال الجمعة متحدث علينا باسم الملحقية الثقافية. الحقيقة اليوم رائع جدا والمعرض كان معرض جميل وتنظيم رائع. بنشكر طبعا الجامعة على تنظيمها الهائل وبنشكر على انهم اعطوا الفرصة للملحقية انها تثبت فعلا حضورهم، والسفارة السعودية دايما لها تواجد والسعودية لها تواجد، العلاقات السعودية ما بين مصر وما بين السعودية الحقيقة طول عمرها على تواصل، والسعودية طول عمرها مساندة لمصر يعني طول الفترة السابقة وحتى الآن السعودية من المساند الأول لمصر دايما سياسيا واقتصاديا في كل الأحوال الحقيقة. يعني طالب محمد عبد الرحمن دحلان، طالب في كلية طب جامعة عين شمس. أنا أول بنتكلم في أول محطة في الخيمة عن المحطات في تاريخ القضية الفلسطينية، تواريخ مهمة في القضية الفلسطينية ابتداء من 1917 وعد بالفور ل 47 قرار التقسيم 181 للنكبة في 48 نكسة حزيران 67 بننتقل للانتفاضة الأولى 87 نهاية بالانتفاضة الأقصى اللي حصلت 29/9/2000. بعدين في عندنا قضايا فلسطينية مهمة اللي هي بتتلخص في قضية الأسرى، قضية اللاجئين وقضية المخيمات الفلسطينية. بعدين بننتقل للجزء الثاني اللي هو بيتكلم عن حق العودة وحق الشعب الفلسطيني بالرجوع لأراضيه المحتلة. بعدين عندنا موضوع عن جدار الفصل العنصري اللي هو جدار بيفصل أراضي الضفة الغربية طول 770 كيلومتر تقريبا ارتفاع 8 متر. بعدين بنتكلم عن مخيم اليرموك واحد مخيمات الفلسطينيين في سوريا.
والمعاناة والمجاعات اللي بيعاني فيها دلوقتي. بعدين بنتكلم عن غزة والحروب الثلاثة اللي عدت على غزة 2008 و2012 و2014. بعدين بنتكلم على عن في زاوية معينة في الخيمة عن المدن الفلسطينية بتتضمن حيفا ويافا ومدن محتلة والقدس وبيت لحم وغزة. بعدين هنا بنتكلم عندنا عن شخصيات فلسطينية مهمة. الشخصيات الفلسطينية المهمة هذه شخصيات كانت مؤثرة على مدار التاريخ الفلسطيني، أبرزها طبعا شخصية الرئيس الراحل ياسر عرفات والشيخ أحمد ياسين. عندنا بعدين بنتكلم عن أبو علي شاهين، عبد العزيز شاهين اللي هو مؤسس الإطار الطلابي الفلسطيني. بعدين بنتكلم عن إدوارد سعيد، هو أحد المفكرين الفلسطينيين، الشاعر الكبير الراحل محمود درويش. بعدين بنتكلم عن ناجي العلي، أشهر كاريكاتيري في الوطن العربي، اغتيل في بيروت. طبعا بنتكلم بعدها عن طالبة طب فلسطينية دخلت موسوعة جينيس، أصغر طالبة فلسطينية تلتحق بكلية الطب على عمر يناهز 13 سنة. بعدين بنتكلم هنا طبعا عن جانب التراث والأتواب الفلسطينية بلبسها الفلاح الفلسطيني والسيدة الفلسطينية، ودي خريطة بتوضح كل مدينة وكل قرية في فلسطين على كل الثقافة تاعتها بتشتهر بها والمأكولات اللي بتشتهر فيها. عندنا هنا طبعا طاولة بتتكلم عن القدس وقبة الصخرة ومدينة القدس، ده طبعا أهميته إنه نوصل للشعب العربي والجاليات العربية الموجودة هنا على أرض مصر الحبيبة اللي ضمتنا جميعا طبعا، نوصلهم إيه التاريخ الفلسطيني وإيه نحاول نحارب التهويد اللي بيمارسوا الاحتلال ضد القضية الفلسطينية، ونوضح لهم إيه التقاليد وثقافات الشعب الفلسطيني طبعا أكيد. والحمد لله توفقنا بهذا الشيء. دي طبعا ليها مساهمة كبيرة طبعا انه احنا بنقدر نوصل للناس ونوصل للشارع العربي بشكل عام بجالياته المختلفة ايه هي فلسطين، ايه هي تاريخها، للشباب الجيل الصاعد ده الجديد اللي تقريبا ما يعني للأسف انه فيه مش محيط بالسياسة الفلسطينية والجغرافيا الفلسطينية. فمن هنا احنا بنقدر نوصل له قد ايه احنا بنعاني وقد ايه احنا هناك منتهكين من السلطات الاسرائيليه، فبنحاول نرفع اسم فلسطين بلدنا ونرفع اسم ثقافتنا وننشرها على الوطن العربي جميعا. والحمد لله السنه اللي فاتت شاركنا برضه بالمعرض ده، والحمد لله احرزنا المركز الاول بتوفيق من الله طبعا. طبعا بنشكر مصر اكيد على احتضانها لينا. إيهاب حسين، كلية طب سنة تانية. من غزة الشقيق. تمام. هي غزة بأي حال من الأحوال غزة زيها زي أي مدينة هنا في مصر، ليها اقتصادها، ليها سياحتها، ليها حياتها الخاصة،
تمام. بعد حرب غزة الأخيرة كان في تأثير كبير على الواقع في الحياة، في الحياة الاجتماعية والحياة الاقتصادية. طبعا غزة لها علاقات وطيدة مع مصر، تمام، حياة طبيعية. طبعا انت هتسأل عن مصادر الأكل والشرب وازاي الناس ماشية وعايشة. طبعا غزة لها إيراداتها ولها اقتصادها ولها ميزانيتها من السلطة. مشاكلنا بأي حال هي مشاكل عادية بمر فيها أي شخص سواء فلسطيني أو غير فلسطيني، يعني أي مواطن عربي، يعني مش مختصة فينا كناس معينين يعني. لكن هي طبعا عندك مصدرنا الوحيد حاليا اللي هو المعابر المتصلة مع الدولة المحتلة. طبعا الأكل والشرب بيجي من عندهم، لينا تجارنا الخاصين من هناك. علاوة على ذلك انه بالنسبة لخروجاتنا وتحركاتنا في بيننا وبينهم معبر ايرز، وفي بيننا وبين مصر معبر رفح الحدود اللي هو معبر في سينا كده.